السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ إذا دائما في إطار دراسة انقسام اختزالي سنخصص هذا التسجيل إن شاء الله لمراحل انقسام اختزالي. نشغلوا على الوطني 2016 الدورة العادية الخاص بالعلوم الفيزيائية، وكذلك الوطني 2013 تقريبا هما الوطنيات الوحيدة اللي فيها المراحل انقسام اختزالي على بركة الله. إذا لاحظ معي هذه الوثيقة الأولى، هنا المطلوب منا خصنا نتعرفوا على هذا كل شكل، يعني اش من مرحلة. المشكل اللي كنعرفوه في الانقسام الاختزالي هو أن عندنا 8 مراحل. كيبقى السؤال كيفاش نقدر نميز ما بين التمهيدية الأولى والتمهيدية الثانية، وهكذا بالنسبة استوائيا انفصاليا نهائيا. نقدر نركز على العدد السبغيات. عدد السبغيات يعني كنقصد واش عندي دوزان ولا عندي ان. الو شنو المعنى ديال دوزان؟ ان كل صبغي ان هي صبغيات، كل صبغي منه اثنان، صبغي قادم من عند الام وصبغي من عند الاب. بحال في هذه الحاله هذه، لاحظ معايا صبغيات مقادين، يعني نفس المورثات كاينين فيهم كما سبق وشرحت في الفيديو ديال مراجعه الدرس. يعني عدد النيكليوتيدات اللي غيكون تقريبا هنا هو اللي غيكون هنا. علاش؟ لان الا كان هذا الصبغي اللي بالابيض، يعني من واخده شخص من عند الام ديالو، فيه معلومات مثلا هذه المنطقه فيها المورثه، هذه كامله المورثه مثلا ديال لون العين، تابعه المورثه مثلا شكل الاذن. بالنسبه للصبغي الثاني اللي باللون الاسود جاي من عند الاب، حتى هو نفس المكان، كل مورثه هنا مثلا في هذا المكان غتكون عنده نفس المورثه اللي كانت عند الام. اذا بالنسبه لي كل صبغي منه اثنان، يعني كل مورثه راه كاينه على جوج، مورثه اموميه جايه من عند الام ومورثه ابويه جايه من عند الاب. كيفاش كنقولوا صبغيات مقترنه متشابهه متماثله؟ اذا هنا اقتران صبغيات متماثله. بنفس الوقت مازال ما عنديش المغزى اللوني هذه الالياف، مازال ما بدينا الانقسام، يعني مازال كنمهدوا له في المرحله التمهيديه. ونفس الشيء كاين الرباعيات ولا الصبغيات، اقتران صبغيات متماثله. المرحله الثانيه لاحظ كاينه الانفصال. هنا الانفصال غنقول انفصال هي واحد يا اثنان، شكون اللي غيحدد واش كاين انفصال الصبغيات ولا الصبيغيات؟ في الفيديو ديال المراجعه قلنا انفصال الصبغيات دون انشطار الجزيء المركزي دليل على ماذا؟ على الانفصاليه الاولى. اذا هذه الانفصاليه الاولى حتى هي ممكن نخدم بدوزان. واش تقول لي ان ولا دوزان؟ دوزان. علاش؟ شنو معنى الدوزان؟ كل صبغي منه جوج، هذا الصبغي ها المماثل ديالو وهذا الصبغي ها المماثل ديالو، مازال كيف الخليه. اذا انفصاليه واحده نهضر بدوزان. الا حسبنا دوزان شحال كتساوي؟ ملي كنقول دوزان كنبدا نحسب عدد الصبغيات، واحد جوج ثلاثه اربعه، دونك دوزان كتساوي اربعه. متفقين؟ في هذه الحاله كذلك في التمهيديه، واحد شحال عندي الا حسبت؟ عندنا واحد جوج اللي بالابيض الثاني اللي بالابيض الاخر ثلاثه والاخر اربعه، اذا دوزان شحال كتساوي؟ كتساوي اربعه. بالنسبه للجيم كنتكلم على الصبيغيات. ملي كيكون الصبيغيات راه كنهضر على الانفصال. لنفترض انه ما عارفينش انه انقسام اختزالي، باش غنعرف هذه واش انفصاليه ديال الانقسام غير مباشر ولا انفصاليه ديال الانقسام الاختزالي؟ هذا سؤال مهم. راه سهل، الانفصاليه ديال الانقسام غير مباشر كنبقى ديما دوزان. هذه اللي خصني ندير في بالي. شنو كنقولوا عن الانقسام غير مباشر؟ يحافظ على الخبر الوراثي، يحافظ على عدد الصبغيات، يحافظ على كميه الاطعمه. يعني التمهيديه ديال الانقسام غير مباشر والاستوائيه ديالو والانفصاليه ديالو والنهائيه ديالو ديما عندي دوزين، يعني كل صبغي كاين مماثل ديالو. الوغ في الانفصاليه اربعه صبغيات، في الانفصاليه ديال الانقسام غير مباشر غنلقى اربعه صبيغيات الفوق واربعه صبيغيات التحت. اما في الحاله ملي كيكون عندي انقسام اختزالي في الانفصاليه الثانيه كنلقى فقط ان، لانها تذكروا في المراجعه ديال الانقسام الاختزالي قلنا ان الانقسام الاختزالي في المرحله الاولى ديالو اللي سميناها انقسام منصف كيتم اختزال الصيغه الصبغيه من دوزان الان. اذا الانفصاليه الثانيه شحال يكون عندها ديال الانقسام التعادلي؟ غيكون عندها فقط ان. اذا الا كانت دوزان كتساوي 4، ان شحال تساوي؟ 2. وهذه اللي كاينه عندي في الوثيقه. شوف معايا مزيان في الوثيقه، ها الصبغي الاول، هادو كامل كيمثلوا صبغي، لان هذا صبغي وهذا صبغي، نجمعهم صبغي واحد، وها الصبغي الثاني، دوزان كتساوي جوج. الوغ دونك هنا ناخذ قاعده بسيطه، الا طلب مني رسم الانفصاليه ديال الانقسام الغير مباشر ودوزان كتساوي اربعه، عندي اربعه صبغيات الفوق اربعه صبغيات التحت. الا طلب مني رسم انفصاليه واحد ديال الانقسام الاختزالي، غنرسم جوج صبغيات ماشي صبغيات، جوج صبغيات الفوق جوج صبغيات التحت. الى طلب مني الرسم الانفصاليه الثانيه ديال الانقسام الاختزالي، غنرسم جوج صبيغيات ماشي صبغيات، دابا جوج صبيغيات الفوق جوج صبيغيات التحت. الوغ هاد الفقره هذه تصمت لها وعاودها بشويه وارسمهم واكتب تحت كل خليه، هذه انفصاليه انقسام غير مباشر، هذه انفصاليه الاولى ديال الاختزالي، هذه انفصاليه الثانيه ديال الاختزالي، مع دوزان كتساوي 4 ديما.
الانفصاليه الثانيه ما كتبقاش عندي دوزان كنولي نقول ان كتساوي جوج، الى دوزان كتساوي 4 راه ان راه كتساوي جوج. في المرحله الاخيره شنو عندنا؟ عندنا بالنسبه لينا كنلاحظوا عندنا شحال عدد صبغيات، فقط اثنان. وبما ان الخليه دوزان تساوي 4 هنا عطاني ان كتساوي اثنان، بلا ما نفكر عندي انقسام كيداير اختزالي، خصني نحدد المرحله. بما ان الصبغيات بجوج محطوطين فين؟ وسط الخليه، ياك؟ اذا راها الاستوائيه، بقات في الاستوائيه واحد ولا جوج، كاين جوج طرق. الطريقه الاولى نعتمد على ان كتساوي جوج، بما ان ان كتساوي جوج فالاستوائيه المدروسه هي الاستوائيه الثانيه، حيت الاستوائيه الاولى كتكون باقا دوزان، الاستوائيه الثانيه كتولي فيها ان. الحاله الثانيه هو نقول ما عنديش الصبغي والمماثل ديالو، عندي صبغي ما كيشبهش الاخر، هذا فيه مورثات مختلفين على هذا، هذا واحد ديال الاب وواحد ديال الام وما كيتشابهوش، ما كاينش الصبغيات المتماثله ما كيجيو. هذه مهمه بزاف لارد عليكم وتوقعوها في الامتحان، انه يرسم لك صبغي خلايا كما كانت نباتيه ولا حيوانيه. بعدا ديروا في بالكم ان انقسام اختزالي راه كاين عند النباتات والحيوانات، لان حتى النباتات عندهم انقسام، عندهم توالد جنسي، اذا حتى هما عندهم انقسام اختزالي. اذا تعرف معلن اجابتك للمراحل الممثله تعرفنا عليهم، ثم استنتج اسم الظاهره المعنيه. اذا الظاهره هي ظاهره ماذا؟ الانقسام الاختزالي. فقط طلب من الاستنتاج نكتبها مباشره ومن هنا نستنتج كذا، او بما ان هناك اختزال دوزان الى ان نستنتج كذا. مزيان، انجز رسما تخطيطيا للاحتمال الثاني للمرحله الممثله في الشكل باء من الوثيقه السابقه. بغيت الشكل باء قال لك كاين شي احتمال واحد اخر من غير هذا، ثم استنتج اسم الظاهرة مبرزان مسؤول عن احتمالين مبرزان تأثيرا على نقل الخبر. نبداو بالشكل الأول، هاد الشكل بقى قال كان ممكن احتمال آخر، كنعرفو على الانفصالية الأولى كاينة فيها تخليط كيتسمى بي صبغي، كنخلط بين الصبغيات. الاحتمال الأول هانتا الصبغي اللي بالأبيض كنعتبرو هو الأب، متفقين؟ وهذا اللي بالأسود الأب. في الأعلى مشى الصبغي ديال الأب ومشى معاه الصبغي الثاني ديال الأب، شنو كان ممكن يكون؟ كان ممكن يمشي الصبغي الام اللي فيه هذه المعلومات، يعني النموذج الاول، ويمشي معاه النموذج الثاني اللي فيه مورثات مختلفين حتى هو ديال الام، ويجيو هنا معلومات الفوق ديال الام والتحت معلومات الاب، او العكس. هذا عوض ما يمشي هذا الفوق كان يجي لتحت وهذا يمشي الفوق، متفقين؟ اذا النموذج الثاني شنو غنرسم؟ غنرسم خليه، غنرسم غشاء السيتوبلازم، غنرسم النجيمه، غنرسم هذا بالبيض الفوق ودير حدا هذا الصغير بالبيض وتهبط هذا اللي بالاسود حدا هذا، متفقين؟ فوالا هذا الامكانيه الثانيه. سميه الظاهره هي ظاهره تخليط بين صبغي، خلط بين الصبغيات، انا لعبت بيناتهم لجهه الصبغي هنا ولجهه كنخلط بين الصبغيات. شنو هو التاثير ديال عن نقل الخبر الوراثي؟ تغير الخبر الوراثي. الا خليه فيها هادشي الامشاج شوف شنو غيجي فيهم، ماشي جوج الاول غياخذ هذا مع صبغيه الاب مع الام، يعني هي صبغيه المهم الام مع الاب، وهنا الام مع الاب، الاخر اش كان ياخذ حتى هو الام مع الاب، ولكن لدى الاحتمال الثاني المعلومات الام بوحده ومعلومات الاب. اذا ماشي شنو كان يخرج فيه غير المعلومات ديال الام، والماشي الاخر فيه غير المعلومات ديال الاب، ودونك كاين اختلاف نوع من الخبر الوراثي. راني ديال سميتو ديال العلوم الزراعيه 2013، لاحظ معايا مزيان صبغيات مقترنه كافيه هذه المعلومه باش انني نقول انه عندنا التمهيديه الاولى، حيت هي الوحيده اللي فيها اقتران الصبغيات المتماثله. لاحظ كل شيء هنا في خط الاستواء، اذا استوائيه، هنا كاينه جوج اذا انفصاليه، هنا كاينه كتلاحظوا بحال واحد الشق هنا وسط الخلايا، كاينه خليتين والنواه عاود تجمعات كلها بوحدها، صبغيات ما بقاوش في السيتوبلازم ولاو مجموعين، اذا نهائي. هنا كنلاحظ عندي الصبغيات في الوسط، ولكن بداو كيتوضحوا الصبغيات الفرق بين هذه وهذه. هنايا تكاد لاحظ اللون الاسود يعني بحال عايش الصبغين الخويه نواه مطلوقه، اما هنا بداو كيبانوا الصبغيات، اذا حتى هي تمهيديه، اذا هذا عنده تمهيديه اولى تمهيديه ثانيه. هنا كاين جوج في خط الاستواء يعني خليتين، يعني هذه الاستوائيه الاولى الاستوائيه الثانيه. هنا كاين انفصال على جوج، يعني انفصاليه واحد انفصاليه جوج، نهائيه واحد نهائيه جوج، كانوا مرتبين. ملي كيقول لك السؤال تعرف، راه ماشي معناتها غادي نجي ونقول له ما قالكش سمي، قال لك تعرف، خصني نبين علاش. تي ان اذا غنقول التمهيديه الاولى نظرا لوجود الصبغيات المقترنه، تي دو استوائيه واحد نظرا لتجمع وتموضع الصبغيات على مستوى وسط الخليه مكونه صفيحه استوائيه، تي ثلاثه وجود كتلتين صبغيتين مجموعتين من الصبغيات افتراق الصبغيات، اذا عندي انفصالية واحد. رقم سبعة، إذا وجود خليتين مع وجود انفصال الصبغيات يعني انفصالية اثنان. إذا هذا السؤال كذلك مهم، إذا بواسطة رسوم تخطيطية التوافقات الممكنة لتوزيع الصبغيات بعد نهاية الانقسام الاختزالي. عطاونا الوثيقة ثلاثة، لاحظ الوثيقة ثلاثة عندك الصبغيات المتماثلة واحد واحد بريم، يعني واحد من عند الأم واحد من عند الأب، جوج جوج بريم.
هادو اش مرحله غيكون مع العلم ان كاين هنايا في المعطيات ولكن خصنا نعرفها من الوثيقه. بما ان عندك الصبغ المماثل لهم مقترنين اذا راه المرحله التمهيديه واحد اختزالي بعد نهايه انقسام اختزالي دوزان كتولي ان، يعني من كل هادو بجوج غناخذو غير واحد وغناخذو غير صبيغي واحد. تكون عندنا اربعه خلايا، هذا يمشي للخليه الاولى ويجي مع مثلا هذا، هذا يمشي للخليه الثانيه، هذا الثالثه، هذا الرابعه. شنو هما الامكانيات اللي كاين؟ الا خديت هذا الصبيغي يجي مع هذا او يجي مع هذا او يجي مع هذا او يجي مع هذا. كذلك الا خديت واحد بالابيض يقدر يجي معاه واحد بالازرق، هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. دونك كنحسب الطوطال على الاربعه. دونك هادو اللي غنقدمهم لكم واجدين.